بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم معنا طلاب مدارس درس الثقافة الأهلية ودرس جديد من دروس مادة الرياضيات. معنا النهاردة شباب الدرس الخامس في الوحدة العاشرة لصف ثاني متوسط، والدرس بعنوان استعمال المعينة في التنبؤ. هنعرف النهاردة يا شباب يعني إيه المعينة في التنبؤ، وبعض المفردات اللي هنشوفها زي العينة والمجتمع والعينات المتحيزة وغير المتحيزة، وبعض المفردات اللي هنتعلمها في درس النهاردة. تعالى كده الأول نشوف تمهيد. بيقول لي إذا اخترنا عينة من الطلاب للإجابة على السؤال الآتي: هل يجب زيادة الدوام المدرسي لتوفير وقت أكبر لحصة الرياضة؟ يعني عايزين نجيب نزود اليوم الدراسي عشان نزود حصة البدنية، نزود وعدة. طيب لو انا عايز اخد عينه من الطلاب عشان يجاوبوا لي على السؤال ده، فهنا بيقول لي هل ممكن ان تكون العينه من اعضاء الفرقه الرياضيه في المدرسه ممثله للمجتمع، يعني ممثله للمدرسه؟ يعني جبنا مثلا مجموعه من فريق كره القدم ومجموعه من فريق الطايره ومجموعه من فريق السله وسالتهم السؤال ده، هل فعلا كده النتيجه هتكون سليمه؟ لا طبعا، لانهم هيكونوا منحازين لحصة الرياضة. يبقى هلاقي يقول لك لا احنا عايزين نزود فعلا حصة الرياضة، بس هل ده معناه ان ده رأي المدرسة كلها؟ لا، لان انت اخترت ناس منحازة لفكرة ان هم عايزين يزودوا وقت حصة الرياضة. طيب بيقول لك هل ممكن تكون العينة الناس اللي انت هتسألهم السؤال دول يكون استلموا سؤال الدراسة عبر البريد الالكتروني لبيوتهم؟ يعني تكون انت بعت اخترت ناس معينة وبعت لهم السؤال عبر البريد الالكتروني؟ برضه لا، لان في ممكن ناس ما تردش عليك. ليه؟ لان ممكن معظم الطلاب ليس لديهم شبكه معلومات في البيوت، في ناس ما عندهاش نت في البيت، يبقى برضه النتيجه مش هتكون مظبوطه لانهم مش هيمثلوا برضه كل المدرسه. طيب بقول لك هل ممكن ان تكون العينه المختاره من جميع طلاب المدرسه ممثله للمجتمع؟ يعني انت جيت بقى خدت راي المدرسه كلها، هل فعلا هيكون الراي ده صح ولا غلط؟ اه نعم، هتكون النتيجه ايه؟ دقيقة وصادقة وفرص التصويت مالها متساوية. يبقى مش معنى ان انا هسأل سؤال او عايز اعرف معلومة ان انا اختار عينة معينة تكون منحازة للاجابة بنعم او لا، لابد ان تكون العينة او المجموعة اللي انا هختارها تكون لها كلهم نفس فرص التصويت، وتكون عينة دقيقة وعينة صادقة. هنفهم طبعا كل الكلام ده معناه ايه كمان شوية. برضه هنا سؤال بيقول ايه: اراد مدير محطه تلفزيونيه اجراء دراسه احصائيه لتحديد البرامج التي يفضلها المشاهد، تلفزيون او شاشه تلفزيون او قناه تلفزيونيه، بتعرض بعض البرامج، برامج وثائقيه، برامج طبيه، برامج اسريه، برامج دينيه، برامج رياضيه. طيب ولذا افترضنا انه اجرى الدراسه على مجموعه من جمهور البرامج الوثائقيه، هل تعتقد ان النتائج ستمثل مشاهدي جميع البرامج؟ يعني انا جبت مجموعه من الناس ما بتحبش الا البرامج الوثائقيه وسالتهم بتحب برنامج ايه؟ هل دي هتكون فعلا نتيجه صادقه؟ لا طبعا، لان هو هيكون منحاز للبرنامج بتاعه، ان جمهور البرامج الوثائقيه هيفضل البرامج على البرامج الاخرى. طيب لو جينا رحنا المدرسه بتاعتنا وسالنا الطلاب تحب تتفرج على اي برنامج من البرامج ديت؟ هل برضه هتكون ديت نتيجه تمثل المجتمع كله او البلد كلها؟ لا طبعا، لان انت في مرحله صغيره من السن، اعتقد ان يعني مش هيكون في اهتمامات طبيه ولا اهتمامات وثائقيه، ممكن تكون اهتمامات رياضيه، يبقى برضه لا تمثل البرامج، لان الطلاب المتوسطه هيفضلوا البرامج اللي تناسب ايه؟ مستواه. طيب لو انا اخترنا افترضنا ان اجرى الدراسه الاحصائيه باختيار شخص من كل 100 شخص بدليل الهاتف، جبنا دليل الهاتف وكل 100 شخص خدنا منه شخص، هل تكون النتائج تمثل مشاهدي جميع البرامج؟ اه هنا نعم. ليه؟ لان هنا العينه دي كانت عينه عشوائيه وغير متحيزه وتمثل كل الفئات والاعمار والبيانات المختلفه، يعني هيقابلك الكبير وهيقابلك الصغير وهيقابلك الرجل وهيقابلك المراه، يبقى خدت عينه من كل الايه؟ من كل الناس. يبقى هنا زي المثال اللي فات قابلني حاجه انها في عينه اسمها عينه متحيزه، يعني اجابتها تكون خاصه بالحاجه اللي هي بتحبها بس، ولكن لا تمثل باقي
المشاهدين في حالة المحطة التلفزيونية. يبقى إذن برضو لو أنا زودت مثال بيقول لي إذا أراد الطبيب تحليل دم مريض هل يكفي أخذ عينة من الدم لتحليل المريض ولا لا؟ هي طبعا أنا مش هاخد دم المريض كله، هاخد عينة من دمه، صح؟ يبقى خلي بالك من كلمة عينة. طيب لو أردنا تحديد نوع الرياضة المفضلة لدى الشباب، هروح أسأل الشباب كلهم ولا ناخد عينة منهم؟ نجمع مجموعة شباب كده في مكان ونسألهم. برضو ينفع. يبقى هنا في كلمة إيه يا شباب؟ عينة. يبقى هنا بقى يجي لي كلمة العينة. يعني إيه العينة؟ العينة هي مجموعة صغيرة تمثل جميع عناصر المجتمع. المجتمع يعني المجتمع كل الناس، زي المجتمع السعودي كده، كلنا كده اسمه مجتمع. لما تاخد عينة وليكن طلاب مدارس الثقافة دي، عينة من الطلاب، يبقى من مجتمع الطلاب. يبقى مثلا تاخد جدة، يبقى دي عينة من مدن المملكة، يبقى عينة من مجتمع المملكة. يبقى العينة مجموعة صغيرة تمثل عناصر المجتمع. يبقى نركز في التعريفات دي. يعني بقول لك إذا أردنا معرفة شعبية النادي الأهلي، فهل يكفي أن نختار عينة من جماهير الأهلي لمعرفة ذلك؟ طب ما أنت هتختار عينة من جماهير الأهلي، هم كده كده أصلا بيشجعوا النادي الأهلي. لا طبعا، دي اسمها عينة يا شباب إيه؟ منحازة، اسمها عينة منحازة. يبقى العينات عشان تاخد نتائج صادقة أو صحيحة لازم تكون عينة غير منحازة، غير منحازة. يبقى إذا يا شباب هنا العينة نوعين، عينة منحازة وعينة غير منحازة. العينة الغير منحازة ده اللي احنا عايزينه، تعطي نتائج صحيحة وصادقة. أما العينة المنحازة لا، بتعطي نتائج مضللة، نتائج غير صحيحة وغير صادقة. طيب هل هي أنواع؟ اللي بالك كده ونركز في الجزئية دي أوي. العينة الغير المنحازة لها ثلاث أنواع. العينة الغير منحازة بسميها عينة عشوائية، يبقى كلمة عشوائية معناها غير منحازة. ففي عينة عشوائية بسيطة وطبقية ومنتظمة. أعرف كل واحدة منها إزاي؟ البسيطة لما لا يقولك كلمة سحب، فرص اختيار العناصر كلها متساوية، يبقى لا مثلا كلمة سحب. العينة الطبقية خدت اختيار عشوائي من كل مراحل الدراسة، يعني خدت من سنة أولى، خدت من سنة تانية وهكذا، عينات مجموعات. العينة المنتظمة اللي بيكون فيها فترة زمنية أو فئة محددة، يكون فيها فترة زمنية أو فئة محددة، ركز في الكلام ده، فترة زمنية أو فئة محددة. زي مثلا اختيار الطالب ترتيبه 20 أو مضاعفات الرقم 20 وهكذا. طيب العينة المنحازة نوعين، عينة ملائمة وعينة تطوعية. عينة ملائمة يعني عينة ملائمة للي بيقوم بالتجربة، أو عينة ملائمة للي بيسأل السؤال. يعني مثلا المعلم سأل أول خمس طلاب قدامه، دي اسمها عينة ملائمة بالنسبة له هو، ما حبش يتعب نفسه بالناس اللي وراه. طب العينة التطوعية هي التي تتكون العينة الطبيعية من أفراد يرغبون في الانضمام، هو عايز يبقى جوه العينة، عايز يتطوع في التجربة وهكذا. يبقى إذا العينة غير المنحازة بسيطة وطبقية ومنتظمة، أما العينة المنحازة ملائمة وتطوعية. تعال كده نشوف مثال. بقول لك لتحديد نوع العصير المفضل عند الزبائن، تم اختيار الأشخاص العاشر ومضاعفات العشرة ممن يدخلون المتجر، يعني رقم 10 ورقم 20 ورقم 30 اللي دخلوا المتجر. وبدأنا نسألهم. قال لك 70 شخص منهم، 70 شخص من ال 150 الذي اختيروا، اختاروا عصير البرتقال. فاستنتج البائع ان نصف الزبائن تقريبا يفضلوا عصير البرتقال. هل النتيجة ديت فعلا سليمة؟ صادقة؟ ولا لا؟ صادقة. ليه؟ لأن العينة كانت عشوائية. طب عشوائية نوعها إيه؟ عشوائية منتظمة. ليه منتظمة؟ لأن إحنا قلنا فيها إيه؟ العاشر ومضاعفات الإيه؟ العشرة. وقلنا العينة المنتظمة فيها فترة زمنية أو فترات متساوية. فترة زمنية أو فترات متساوية. يبقى إذن فعلاً النتيجة صادقة. بيقول لك لتحديد ماذا يفضل الشخص أن يعمل في وقت فراغه. تم اختيار زبائن المتجر للتجهيزات الرياضية، فوجد أن 85% منهم يفضلون ممارسة الرياضة. ثم بذلك استنتج أن معظم الناس يفضلون ممارسة الرياضة. هل الاستنتاج ده صحيح؟ أنا عايز أعرف الناس بتعمل إيه في وقت فراغها. فرحت رايح محل للتجهيزات الرياضية، في ألعاب رياضية، وبدأت أسأل الناس.
هو اكيد اللي جوه في المحل بتاع التجهيزات الرياضيه بيلعب ايه؟ هو اكيد بيلعب رياضه، يبقى هل النتيجه كده مظبوطه؟ لا طبعا. ليه؟ لان الطبيعي ان يفضل زمان المتجر الرياضي ممارسه الرياضه. طب العينه دي اسمها عينه ايه؟ منحازه، وعينه منحازه من نوع العينه الملائمه. ليه؟ لانها ملائمه للمكان او ملائمه لايه؟ السؤال اللي انا بساله اللي هو على الرياضه، لان جميع الاشخاص اجريت عليهم تم اختيارهم من مكان واحد. طب سؤال تحقق من فهمك، بقول لك سالت محطه اذاعيه للمستمعين عن الشاعر المفضل لديهم من بين شاعرين، ففضل 72% منهم الشاعر الاول، فاستنتجت الاذاعه ان الشاعر الاول هو الذي سيفوز بجائزه افضل شاعر. طب انت اديت الشاعر ده على جائزه ان هو افضل شاعر، هل فعلا هو افضل شاعر؟ لا طبعا. استنتجت هو التطبيق ليه؟ لان انت حصرت الاجابه بين اثنين وعلى المستمعين بتوعك بس، ربما يكون في ناس ثانيه لها راي ثاني. فالمحطة انحازت لمستمعيها فقط وتجاهلت بقية أفراد المجتمع، يبقى هنا العينة منحازة تطوعية لأن الناس هي اللي اتصلت وكانت بتقول رأيها في الشعر. آخر سؤال معانا يا شباب، سؤال من أسئلة تأكد، بيقول اختير شخص عشوائيا من كل دائرة في شركة لتحديد أولويات الموظفين، فكانت الخدمات الصحية أو الخدمة الصحية أهم أولويات 67% منهم، فاستنتج المدير ان الخدمه الصحيه يجب ان تشمل جميع الموظفين. يعني عندنا الشركه فيها اقسام، فيها قسم الماليات، فيها قسم التوريدات وهكذا، جبنا واحد موظف من كل قسم منهم وسالناه ايه اكتر حاجه اولويه للموظفين، فكانت معظم الاجابات الخدمه الصحيه. فهل الاستنتاج ده سليم ولا لا؟ ايوه سليم. ليه؟ لان كان اختيار عشوائي. اختيار عشوائي، يبقى الاستنتاج دقيق. طيب عشوائية ايه بقى؟ العينة دي عشوائية يعني غير متحيزة. طب بسيطة ولا طبقية ولا منتظمة؟ اقول له لا، هنا مجموعات، خدت من كل شخص من كل دايرة واحد، يبقى دي اسمها عينة ايه؟ طبقية، عينة غير منحازة، عشوائية طبقية. يبقى كده عرفنا النهاردة شباب يعني ايه العينة، ويعني ايه العينة المتحيزة، ويعني ايه العينة غير متحيزة. قلنا العينة غير متحيزة لها ثلاث أنواع، بسيطة وطبقية ومنتظمة، قلنا مفتاح كل واحدة منهم في كلمة. وخدنا العينة المتحيزة نوعين، اللي هي الملائمة العينة الملائمة والعينة التطوعية، وعرفنا ازاي ان انا استعمل الكلام ده في المعاينة في التنبؤ. وبكده يا شباب كان ده اخر درس معانا في الوحدة العاشرة في المنهج بتاعنا. نتمنى ان شاء الله لكم التوفيق، وده آخر لقاء معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.